نقبل معاً لإلقاء الكلمة الأولى السيد عماد بن موسى المدير العام الإقليمي لكوكاكولا مصر وشمال أفريقيا. تفضل. شكراً. السلام عليكم. في البداية أنا أحمل لكم سلام خاص من 700 ألف موظف يعملون في كوكاكولا في أكثر من 200 بلد حول العالم. جميعهم في انتظار هذه اللحظة الفريدة، وهي لحظة وصول كأس العالم للفيفا لأشقائنا هنا في السودان الحبيب. فلكم منا كل التقدير والاحترام، ونشكر ونرحب بكل الحضور الموجودين في مؤتمرنا الصحفي هذا اليوم. هدية كوكاكولا لعشاق كأس العالم في السودان هو طبعاً إحضار الكأس لكم. أما هديتي شخصياً لكم اليوم هي عبارة عن رحلة لفردين إن شاء الله من الحضور لمشاهدة فعالية كأس العالم في روسيا في شهر يونيو. سيتم حسب اسمين منكم الآن. مستعدين؟ متحمسين؟ Alright, ready for the excitement then. Let's go. الفائز الأول إن شاء الله حيكون معنا، ندعو الله يكون معنا، محمد عثمان. محمد عثمان سفير كوكاكولا إن شاء الله في روسيا للورلد كاب. الفائز ان شاء الله حيكون معنا هذا النهارده باب بكر عثمان. السيد وزير الشباب والرياضه الاتحادي عبد الكريم موسى عبد الكريم، السيد رئيس مجلس إدارة مجموعة دال أسامة داود عبد اللطيف، السيد النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم لواء شرطة حقوقي الدكتور عامر عبد الرحمن عثمان، السيد ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، السيد ممثل شركة كوكاكولا العالمية السيد عماد بن موسى، السيدات والسادة ممثلي أجهزة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المؤكد أن هذا اليوم 22 من فبراير 2018 هو يوم تاريخي في سجل الرياضة والرياضيين السودانيين، خصوصاً مشجعي كرة القدم، فليس من حدث أعظم من مشاهدة كأس الكؤوس الذي يترقبه كل العالم طوال 4 سنوات للاستمتاع بمشاهدة التنافس عليه من قبل أفضل المنتخبات، ثم لا يراه على أرض الواقع إلا قلة قليلة، بينما ملايين المشجعين يكتفون برؤيته محمولاً على أيدي الفائزين على شاشات التلفزيون. إن زيارة كأس العالم للسودان حدث يستحق أن يعاش، وجمهور ومشجعي كرة القدم السودانيين بعشقهم الكبير لهذه الرياضة يستحقون أن يحظوا بهذه الزيارة لبلادهم ضمن بلاد أخرى. ولعل هذا الجزء من رحلة الكأس في طوافه على دول العالم له ما يميزه، لكون هذه الأرض هي أرض الحضارات العريقة الممتدة لآلاف السنين من كوش إلى نبتة إلى مروي، وفوق ذلك هي أرض النيل حيث يلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض. وقديما قيل أن من يشرب مع هذا النهر العظيم لا بد أن يعود، ولهذا سننتظر عودة هذه الكأس يوما ما مع منتخبنا الوطني. إننا في دالة غذائية كوكاكولا السودان يحدونا أمل كبير بأن تحفز هذه الزيارة التاريخية الجيل الصاعد من لاعبي كرة القدم لبذل مزيد من الجهد للوصول إلى تصفيات كأس العالم والتقدم فيها لنمثل القارة الأفريقية التي قدمت الكثير للعبة كرة القدم. كل مشوار في هذه الحياة يبدأ بالأمل والعزيمة ويتحقق بالتخطيط السليم، ولهذا نامل أن نرى منتخب السودان في المستقبل القريب في قلب منافسات كأس العالم، وهو أمر ممكن كما رأينا من أداء ممتاز لفريقنا القومي
في المنافسات الأخيرة. اسمحوا لي باسم مجموعة دال وكوكاكولا السودان أن أتقدم بأسمى آيات الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وكوكاكولا العالمية على الدعم الكبير الذي قدماه لتحقيق زيارة حلم كأس العالم للسودان. كما نشكر وزارة الشباب والرياضة ممثلة في السيد الوزير على دعمها المتواصل، والاتحاد السوداني لكرة القدم على حسن تعاونه، ولأسرة مطار الخرطوم بمختلف أقسامها وتخصصاتها على روح التعاون اللامحدود. والشكر أيضاً لشرطة ولاية الخرطوم ولجميع أجهزة الإعلام شريكنا في النجاح. وأخيراً شكراً الخاص لمحلية بحري التي تعاملت مع هذا الحدث بروح وطنية عالية وقدمت كل ما عندها من أجل السودان. شكراً جزيلاً على حسن استماعكم. السيد وزير الشباب والرياضة الاتحادي دكتور عبد الكريم موسى، السيد وزير الشباب والرياضة ولاية الخرطوم الأستاذ اليسع الصديق التاج، السادة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم، السادة سفراء الاتحاد الدولي لكرة القدم، السادة شركة الكوكولا الدولية، السادة شركة دال الغذائية، أجهزة الإعلام السودانية والعالمية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اليوم يوم تاريخ في سجل الرياضة في السودان وكرة القدم على وجه الخصوص بهذا الحدث الكبير بمرور نسخة كأس العالم موسم 2018 على رأس وفد مغدر من كبار قادة العمل الرياضي في كرة القدم. ونحن في الاتحاد السوداني لكرة القدم أكثر سعادة بهذا الحدث الذي زاد أفراح الشارع الرياضي ومحبي كرة القدم بزيارة كأس العالم للسودان، متزامناً مع فرحتنا بما حققه المنتخب السوداني بإحراز المركز الثالث في بطولة الأمم الأفريقية مؤخراً بالمغرب. أيضاً هذا الحدث الكبير سوف يضاعف مسؤوليتنا وطموحنا المشروع أن يكون لنا دافع كبير في مجال الفريق القومي وفي مجال الأندية للسعي أن نكون في المحافل الدولية لكرة القدم بمشيئة الله تعالى. الحضور الكريم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فلا بد من الشكر أجزله للجهة التي هيئت هذه الفرصة النادرة والغالية لكل القبيلة الرياضية ومحبي كرة القدم ليشاهدوا كأس العالم حقيقة أمامهم، وذلك بفضل المجهود الكبير من إدارة مجموعة دال وبرعاية كريمة من السيد أسامة داود عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة وإدارة شركة دال للصناعات الغذائية، وبمساندة كبيرة من شركة كوكاكولا العالمية الراعي الرسمي لكأس العالم موسم 2018. في الختام نتمنى لكم التوفيق والإقامة الطيبة، وننقل لكم تحيات وامتنان رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بروفيسور كمال حامد الشداد وأعضاء مجلس إدارته وأسرة كرة القدم السودانية لمرور نسخة كأس العالم بالسودان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء نشكر الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا وكثيرا وعميقا على هذه السانحة التي مثلت فارقة في تاريخ الكرة السودانية بأن هي لنا أن نستقبل كأس العالم وهي في طريقها للمقر الذي يتنافس عليه العالم في عام 2018 في روسيا. ولذلك لابد أن نحيي كل الذين احتشدوا في هذه القاعة والذين هم خارج هذه القاعة والذين هم الآن يرتبون لأن يلتقوا بهذا الكأس في شركة كوكاكولا وفي طريق من هنا إلى شركة كوكاكولا. ونحن سعداء حقيقة كحكومة السودان ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لهذا الحدث الكبير والذي تعتبر من الأحداث النادرة في كثير من جوارنا الإقليمي، وقطعا في السودان لأول مرة أن تحدث استضافة كأس العالم. ولعلي أيضا لا يفوتني أن أذكر بأن استضافة كأس العالم في دولة
لمدة يومين اللي هو لأمر غير طبيعي أيضا، لأن كل الدول التي تمر أو غالبيتها تستقر الإضافة لمدة يوم وكفى، وإما السودان لأنها السودان ولأنها الدولة الأبية فكان لابد من أن تكرم في أن يكون الاستضافة لمدة يومين. فللقائمين على هذا الأمر التحية والتجلة، وللأخ أسامة داود رئيس مجلس إدارة مجموعة دان كل التحية، وهو ينظر بديمومة خارج الصندوق للأفكار الجديدة والتي توائم لنا هذه الأفكار في رفعة المفهوم نحو العمل الخاص، وبين أن يكون هناك توائم في القصديات الكلية للدولة. ولذلك كان هذه الشراكة الذكية، وبقاصد الدول تلتقي عندما تكون هنالك مقدرة في استنهاض همم القطاع الخاص. ولذلك لك التحية أخي مستر أسامة داود لهذه المبادرة، ولك التحية لهذا الاختراق، وأنتم وشركة دال وكل أخواننا سجلت أسماءكم بأحرف من نور في سجل التاريخ الكروي، وأتيتم بالكرة أو بكأس العالم لأول مرة في السودان، فهنيئا لكم بهذا الحضور في سجل هذه الوطنية البازخة. قطعا يمتد شكرنا للأخ عماد المدير العام الإقليمي لشمال أفريقيا، مؤسسة كوكاكولا، هذه المؤسسة الرائدة الغذائية الرائدة التي أيضا راعت كثير من المجتمعات المحلية، وهي تقوم بمفهوم المسؤولية الاجتماعية كما تقوم شركاتنا الأخرى، ولكن رعايتها لهذا الكأس يمثل هذه الريادة في المفهوم. ولذلك هذا التوائم ما بين شركاتنا الوطنية الممثلة في كوكاكولا وما بين الشركة الأم المرجعية في شمال أفريقيا، اللي هي شراكة تعطينا إشارات مهمة أن السودان دولة الآن خرجت من الحظر الذي يعرفه الكل، والآن هي في ميدان العمل وفي ميدان استقطاب المستثمرين، وأنها دولة آمنة مستقرة تضمن لكل العاملين في القطاع الخاص والمستثمرين خارج السودان وداخل السودان، بأن السودان فاتح أبوابها وأحضانها لكل الاستثمار، والدولة ترعى بهذا الاتجاه بإذن الله سبحانه وتعالى. أخي عماد لك التحية، وأنت تجسد هذا المحفل، ولك التحية وأنت ترعى هذا المحفل، ولك التحية وأنت الآن وجودا بيننا. أختنا الكريم فيكتوريا سفيرة جمهورية روسيا، وهي السفيرة التي تتقدم الصفوف ممثلة للجندر أيضا، لأن الحكاية بقت فيها خصوصية الجندر الذي يعني الآن القضية بقت قضية مزاحمة كبيرة يعني. فأنا أعتقد أن الأخت فيكتوريا وهي أيضا تمثل دولتها وتمثل هذا الزخم الكبير، حضور بيننا في هذه الرحلة التي قطعت مشوار طويل أكثر من 50%، فكان حظنا أن نكون وسطيين وخير الأمور أوسطها، فكان السودان ذاك الوسط الذي استقبل هذا المحفل. أيضا أخواننا في الاتحاد العام لكرة القدم على رأسهم أستاذنا وعالمنا وخبيرنا بروفيسور الشداد، لهم التحية، وهم أيضا أسسوا لنا هذا الاستفاف لأهلية وديمقراطية الرياضة، والذين أخذوا الرأي من الاتحاد الفائت. وتعلمون جميعا أن الاتحاد الفترة الفائتة كنا مع إخواننا في الفيفا بعض التقاطعات هنا وهنالك، ولكن الحمد لله رب العالمين بهذا التنادي وبهذه العظيمة قد تجاوزنا، والآن نحن يعني على أعلى ما يكون من الاصطفاف بيننا وبين فيفا. ولذلك واحدة من الفايندينجز
هي هذه هذا المحفل.